في القدس. دكتور جاد، رغم أن قرار التجميد لم يشمل القدس الشرقية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تفادت طرح أي مناقصات في الأشهر الماضية. قرار الحكومة اليوم هل يحمل مدلولات جديدة؟ مساء الخير أولا. مساء النور. أنا أعتقد أن هذا القرار يحمل رسالة سياسية لها مدلولات كبيرة ومعالي كبيرة، سواء في التوقيت أو في المضمون. فهذه المناقصة صدرت عن وزارة الإسكان الإسرائيلية، في حين أن المباني ستكون داخل حدود الضفة الغربية، ولذلك فإننا كنا نتوقع أن تصدر هذه الأوامر أو هذه المناقصات إما عن وزير الدفاع الإسرائيلي أو عن ما يسمى بالإدارة المدنية، غير أنها صدرت عن وزارة الإسكان، أي أن وزارة الإسكان أصبحت تعتبر منطقة بسكات زئيف هي جزء من بلدية القدس، أي أن إسرائيل من خلال هذه المناقصة تحاول ترسيخ وفرض سياسة أن هناك القدس الكبرى بحدودها التي تشمل القدس كحدود بلدية، بالإضافة إلى ثلاث تجمعات سكانية كبيرة وهي بسجات سئيف ومعالي أدوميم وجوش عتسيون. فبالتالي لهذا مدلول خطير على مصداقية الراعي الأمريكي ومصداقية عملية السلام برمتها. على ذكر عملية السلام دكتور، يعني على ذكر هذه العملية، رسالة سياسية كما تقول ومدلولات كبيرة من حيث التوقيت والمضمون، هذه المدلولات هل ترقى لكونها لأن تصل إلى الضربة القاضية أو المسمار الأخير كما وصفت في نعش هذه المفاوضات، أم ما زالت هناك فسحة ولو ضئيلة لاحتمالات استئنافها؟ لا أعتقد أن هذه هي دفنت الشهر الذي أعطي من قبل الزعامات العربية في المؤتمر الأخير، وهي تثبت بشكل واضح عدم مصداقية الراعي الأمريكي، إذ أن هذا الراعي الأمريكي الذي يجب أن يكون راعي لعملية السلام أحيط علما بما جرى ولم يعترض ولم يتفوه بكلمة، أي أنه راضي. كيف يفهم ذلك فلسطينياً؟ يعني شاهدنا اليوم إدانة فلسطينية لهذا القرار الإسرائيلي التي تقول الحكومة بأنه جرى بعلم الإدارة الأمريكية، كيف يمكن أن يفهم هذا الموقف الأمريكي فلسطينياً؟ وماذا سيترتب على هذه الإدانة الفلسطينية بعد ذلك؟ أنا بالنسبة لي كمواطن، أنا أعتبر أن هذا يظهر بشكل واضح تحيز الراعي الأمريكي للموقف الإسرائيلي وعدم أهليته لأن يكون راعي لعملية السلام، ويجب الآن أن نطالب بأن يتم أن تقوم الرباعية بتحمل مسؤوليتها وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في ظل هذا الموقف المنحاز الأمريكي. كما أود أن أذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المباركة الضمنية هي خالفت أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وللجمعية العمومية، التي قالت بأن على جميع دول العالم أن لا تتعامل مع الجدار وأن لا تقبل ما تحاول إسرائيل فرضه، في حين أن الموافقة على توسيع المستوطنة في بسجات زئيف هو ترسيخ للجدار أو لغلاف القدس. فبالتالي تكون أمريكا بهذا الموقف عارضت ما تم الاتفاق عليه وصوتت هو لصالحه. شكرا لك من الخليل الدكتور جاد إسحاق، رئيس معهد الأبحاث التطبيقية في القدس. في موضوع آخر، قال وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي إن بلاده تريد بحث مواعيد